إذا مشاهد قناة شفت فان ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر العاجل هنا من مدينة الدار البيضاء. وأولا قبل كل شيء رسالة شكر لرجال الأمن خصوصا منطقة فلاتة جميلة للدخلوا بوجه على وجه أسرع حيث كانت هذه تشكر خطيرة وتم سيد من المحلابة كش عليها المرة الأولى يقدروا هاد الناس هادو يزيدوا أنهم طاولوا ويمشيو لمحلاب أخرى ومن المحلاب يمشيو لحانوت ومن الحانوت ما عارف شنو يفكروا شي حاجة الله يستر من هنا لقدام. يعني في مباشر عاجل مشاهدي قناة شوف تيفي خطير 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 هادشي اللي غتسمعوا على المباشر. شفارة منطقة سباشة بالضبط جميلة سبعة رجال الآن دخلوا على وجه السرعة لإيقاف هاد باردين الكشاف جيئان. نحطكم أمام الصورة مشاهدين الكرام نحطكم أمام الصورة مول المحلابة كاينة بمنطقة سباشة جميلة سبعة تعرض نهار خمسة ما نقولوش أبشع وإنما واحد السارقة ما طيحش ليكم على البال واحد السارقة حتى واحد ما طيح ليه على البال خصوصا ان المحلابه فيها جوج ثلاجات برا كيخليهم السيد على برا ولكن كيغطيهم كيغطيهم شفار بان شاف جيعان داليه الريب داليه الياغورت داليه العصير داليه اي حاجه ممكن انها تطيح لك على ممكن انها تطيح لك على البال خلى ليه ثلاجه خاوره الكاميرا الحمد لله هادشي باش مزيانين الكاميرا الكاميرا باش مزيانين حنا الحمد الكاميرا تشدو دار شي كيف هذا السيد على وجه السرعه تم ايقاف هاد الشخص هذا اللي كانوا معاه جوج اشخاص اخرين يعني كيف ما نقدر انا نقول لكم كاميرا مشاركه خصوصا ان الوجه ديالي كيبان ولكن تم الايقاف ديالو والناس اللي كانوا معاه كذلك اللي كان كيشفر كيعطي كيشفر كيعطي كيشفر كيعطي مشكورين رجال الامن بمنطقه سباشا دائره 24 اللي دخلوا على وجه السرعه صادق انهم يوقفوا هذا الشخص هذا. كيف ذكرت لكم بدايه المباشر كل ما توقفش غادي يزيد الطمع ولا طمع غنولوا في لسه كارثه اخرى محلابه غادي محلابه اخرى حانوت شي حاجه اخرى وهي غاده السيد كان كيشفر بوحدو غيولي يشفر جوج غيولي يشفر ثلاثة وهي غادة مشكور كذلك السيد من المحلابة اللي دار الشكاية ديالو ورجال الأمن دخلوا على وجه السرعة تم الإيقاف ديال هاد هاد السيد هذا هاد الشفار بارد كشاف حيت السيد حاط رزقو أمن الله وحده كيجي الحمد لله في الخاوية دير راسك بلاصتك دير راسك انت بلاصتك انك انت جاي ما تشوف الحانوت ديالك مع سبعة الصباح ولا مع ستة الصباح يجي يلقى ثلاجة كتصفر ما يمكنش ما يمكنش الانسان مسكين راه يحس بالظلم الانسان مسكين راه يحس بواحد بواحد واحد الحضرة نهار خمسة هادشي بالضبط بالضبط وقع مع جوج وثلاثة وعشرين دقيقة سي أناس هادشي طرا في سباشا أخويا أناس بالضبط جميلة سبعة محلابة ما كاينش اللي كيعرف ما كيعرفهاش محلابة هي معروفة بالمنطقة اللي تم إيقاف نهار خمسة في الشهر مع ثلاثة وثلاثة وعشرين دقيقة شفار دار الكشاف جوج ثلاجات عامرين كيشفر في اي حاجه تحت قدامك كتكون في الثلاجه كيهز وكيعطي لصحابو كيهز وكيعطي لصحابو كيهز وكيعطي لصحابو كيفاش فرقع ديك الثلاجه كيفاش تحل ديك الباص كيفاش تحيد ديك الباص من تماك هذا هو السؤال المطروح هنا مشاهدينا الكرام يعني احنا معكم على المباشر
مشاهدي قناة شوف تيفي في هذه القضية هذه اللي عاجلة، هذه القضية اللي وقعات ونتمنى أنها ما تكررش، نتمنى أنها هذا الشيء ما بقاش أننا نشوفوه. صح وسام تحياتي لك، تحية مشابهة، برافو الرجال الأمن الدائرة 24 اللي كاين في جميع السبعة اللي دخلوا على وجه السرعة، وسام تقاس هذا الشخص هذا اللي في السم تقريبا ما نقولوش في الزرب وإنما نفس الكارتي فين كاين هذا المحلبة. يعني إذا السيد عارف المحلبة كيفاش دايرة، عارف بالليل ملي كيتسد أن البشان كيغطيو ديك الثلاجات، عارف معاش كيسد، عارف معاش كيحل الوحدة او ثلاثة و 23 دقيقة محلابة تخوالها الثلاجة، ما بقاش الثلاجة والو. يعني كما قلت لكم بداية المباشر دابا عطيتك البلاصة السيد هذا وجاي باغي انك تدخل، يعني كيف ما قلت لكم براسك بلاصة السيد انت جاي نهار الزق باغي تحل وترزق الله تلقى ان ثلاجة خاوين، كيفاش غادي تحس؟ هذه رسالة الى الدار ديال الكشاف، هذه رسالة الى الشفارة اللي كانوا كيشوفوا هذا المباشر. كنبغي نقول لكم الثقة والله كيف ما التكدي ديال الناس ربي غتجي لشي واحد غيدير لشي واحد من عائلتك وغتخرج فك عاجلا ام عاجلا، اطلع يومين ولا يومين. هذه رسالة وهذه نتمنى انا هذه حلقة كبيرة في الوقت خاص 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 تكون تشوعية شفار اش غيستافد دابا لا قلت له السيد المعاداة وداك الرايب وداك الشيء كامل اللي كان في الناس اش غيستافد اش غيستافد الدار يزيد موراها شاطي شي حاجة غيبيعها زيد موراها ما يمكنش ما يمكنش خاص الدار تكون تشوعية عادي عندك الاكثر اللي كيعرفوك وشفار كيعرفوش القضية خويا عادي طبعا كعفوش القاضي راه بصح ما قدرتي ان هاد السيد هذا اللي شحر هاد المحلافة ما كتكونش بعيد عليه ما كتكونش قريب منه. السيد عارف شو كيدير، حسن كامل عارف شو كيدير، عارف كيفاش انا ديك الثلاجات مغطاهم البشان عشان هي تانيهم، انا اللي ما استرقاش بزاف ديال الوقت مشى لي شال الثلاجات ليش الثلاجات مشى ليش عندك اخوك الريب وحنا بمعرفة الناس اللي تباشروا ولا كاين شي بلاصة غادي نعرفوا المحلابات فين زعما علاش كنهضروا. فهذه رسالتي مرة أخرى الباردي الكشاف ديروها حلقة قدامكم، الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل. ونتمنى مشاهدينا الكرام انكم تعرفوا اخر مسلسل دات هنا بالمنطقه واش موقع والله سبحانه وتعالى غنذكركم مره اخرى ان الله يمهل ولا يهمل. هذه رساله اي واحد كدي ديال الناس، اي واحد حتى شي هو كدي ديال الناس، هذه كدي ديال الناس ماشي كتبوس عليه وكت ارشاد تمشي كريسه فيك خاطر في حق الثلاجه يجي من طوالك بواحد الطريقه شيطانية سميوها بحال هكا شيطانية حتى السرقة هادي راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله شيء كيحس في الناس اقسم بالله انك كتشوف البارد كشاف وتشوف نعرف العنوان هاد الجيعان اللي دار السيد الريب ديال الكاميرا شداشو الكاميرا شداشو، اهم حاجة ان الكاميرا شداشو ومزيان الكاميرات مهم الحوانت مهم اي محل تجاري ديروا الكاميرات ديروا الكاميرات راه غتحتاجوها. كاين اللي كيدير كاميرات في الرزواق، دير كاميرا وديرها رزواق يخدم بها ما مشي علاش ما ديرهاش على الواجهه دير الداخل لا حتى الواجهه لا حتى الواجهه غتنفع السيد تكون نفع من غير الكاميرا اللي دايره في الواجهه وحط الشكايه ديالها ورجال الامن في منطقة سباتة جميع سبعة تفاعلوا معها على وجه السرعة تم القبض عليها هذا السيد هذا شكون مشكورين مرة أخرى والله يهدي هاد الناس هادو اللي راهم بهداية وعلاش هادشي تكرر هادشي شاور ديال الخير يا ربي والله يعوض هاد السيد هذا دابا تقريبا داز أسبوع هاد الواقع هادي
وعوضوا وهنا برك من الفرق لكم مشاركة عملا في كثير على فيها مع رفع منطقة فلاسة جميلة العام ولا يديش يشاوي بالخير عربي عزيز الحشومة صرف عمي ويا عزيز أتو غي صابر السيدة مش هيد الدريب ولا تسمونا دا عصار ولا غي صابر مشاعر غير أنه يأكلهم ديك الساعة أو دابا تحت قبضة رجال الأمن أسر كنت هادشي السيد مول حانوت كنت كش عليه راه يتكرر بطبيعة الحال غادي يتكرر راه غادي يزعم على محلاب أخرى راه غادي يزعم على حانوت أخر راه ما غيبقاش يزعم بوحدو غيولي يزعمو ربعة وخمسة وانت غادي ولا في عصابة الحمد لله أن تم القبض عليه كما قلت لكم أنه كان كياخذ منتاجك على أصحابه كياخذ منتاجك على أصحابه هذه هي آخر أمس مستجدات في القضية مشكورين مرة أخرى جل الأمن لا عود سيد من المحلابة نتمنى أن الدار ديال الكشاف هاد الرسالة اللي وجدت لهم يديروها حلقة ودنيهم دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام إن شاء الله غادي نتلاقاو بإذن الله مباشر آخر ذكرتكم مرة أخرى أن هذا الشيء وقع في منطقة سباشة جميلة